ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان حرام الامانة على السماوات والارض والجبال، فبين ان يحمقها واسبق ومنها وحملها الانسان، انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويجزي الى رب البلاد والعباد، الى رب الملوك والرؤساء، الى رب العلماء والعباد. يا ربنا يا ربنا يا طاهر الجبابره، يا مقيم الاكاسره، يا ناصر المستضعفين، يا ناصر عبادك، يا ربنا لقد كنت في كتابك العزيز، حتى اذا استيأس الرسل وظن انهم قد كذبوا جاءوا رسلنا فنؤتي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. يا من قلت في كتابك العزيز ان الذين يحاربون الله ورسوله اولئك في الاذلين. يا من قلت في كتابك ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. يا من قلت في حديثك القدسي من عاد لي وليا فقد عادلته بالحق. يا ربنا يا مالك السماوات، يا مالك الكون كله، يا مالك امريكا اقصاها وادناها، يا مالك كل البلاد، نناشدك وندعوك ونرفع اكفنا اليك بالدعاء ونتضرع اليك ابن عبيدك. ان عبيدك لا يسير في سبيل الله ابتغاء مرضاتك. ان عبيدك ابن عبد الرحمن نادى بنداك ونادى بقول الحق صباحا ومساء. لم يكل ولم يبل، تعلم العلم فعمل به، كان عالما عاليا، كان يقول ان الساجدين خلوه ما يردد دائما، ما كان في سجنين الا ودعا الى الله عز وجل واستمر في دعائه. ما دفي في سياحه الا ودفي الا وقال ان في سياحه ظل حركه دؤومه في سبيلك وابتغاء مرضاتك. وقد كان بابيه من عذر ولكنه لم يجلس لعذره، لم يجلس لعذره اخوان الكرام. قلبه هو كقلب شاب كان دائما صباح مساء داعيا الى الله عز وجل. لم تجد في عصره عالما عاملا بعلمه، والله لم يصنع بحق في عصره وفي مثلنا الا ذاك السيف حينما نادى بالنداء وحينما كان المستحيل الاول، وكان يرجو من الله عز وجل نصره، وكان يقول والله ان جسدي في سبيل الله عز وجل، انني لا اخشى السجن ولا اريد البراءه، ولكنني ارجو لشرع الله عز وجل ان يحكم. حتى ظن الظن ان ذاك الرجل سيحكم عليه بالاعدام، ولكن الله عز وجل اراد نصرة ذاك الرجل، ولكن الله عز وجل علم بمخذولية هذا الرجل، علم بصدق قوله واخلاصه. والله يا اخواني الكرام اخوان البلد كانوا في سجن الفيوم، كانوا يقولون ان هذا الرجل يخرج من حينما كان يقوم الليل يخرج من زنزانة يدور رائحة طيبة. وقد شهد بعض الناس وشهدوا ان ذاك رجله عالما صالحا، فاراد الله عز وجل به خيرا. يا رب